بسم الله الرحمن الرحيم. غدير صفاء مجيد، للمرحلة الثالثة، اسم المادة MS Project، محاضرة ثانية. اليوم راح أعلمكم على طريقة التنصيب لهذا البرنامج، كيف نثبت هذا البرنامج على الحاسبة. طيب، أنا الملف لهذا البرنامج خليته بالكلاس روم. هنا تقدرون تلقوه، تضغطون عليه يفتح لكم الرابط بالشير لشبكتي مع الإرث لينك، أو إذا ما عندكم ما انفتح عندكم هذا الطريق، تروحون بالشير تكتبون شير شبكتي .com application. هنا تكتبون الاسم البرنامج اللي هو MS Project، هذا MS Project 2013 او 2010. اي واحد نزله، انا نزلت نبدا 2010 2013. اي واحد خلوه، قولوا سيرش. منا بعدين نقدر ننزل، مجرد نروح عليه نكبس عليه يسوي لنا داونلود. هنا ننتظر حتى ينزل البرنامج. ايضا انطيكم ملاحظة، هذا البرنامج لما ينزل ينزل بشكل مضبوط، يعني بشكل رار. اذا ما عندكم البرنامج يفتح الضغط مالته. ايضا تقدرون تكتبون هنا لي فور وين رار، ايضا يطلع لنا النتيجة. هذا البرنامج تقدرون ايضا تنزلوه، هذا البرنامج ايضا تنزلون حتى يفتح الضغط. طيب، هذا البرنامج راح اقدر افتحه لان قدر ينزله بشكل كامل. اكبس عليه يفتح لي الفيرار. دائما لما اريد انا اروح ادور على السيت اب setup.exe، اكبس عليه مرتين، هسه راح يبلش يفتح لي حتى اذا انصب على الحاسبة. طيب، هسه راح يفتح لي الاوتران. طيب، اكبس على الاي اكسبت، اقبل هاي القوانين اللي موجودة خلف هذا البرنامج. انستال ناو، يبلش ينصب البرنامج على الحاسبة. ممكن هذا يستغرق فد وقت. الحمد لله خلاص تنصب البرنامج ومن الكلوز. هسه البرنامج يقدر يفتح لنا.
نجي نفتح البرنامج، هاي الصفحة الرئيسية للبرنامج، يطلبنا أن نسوي واحد جديد، نستعمل البلانك، دبل كليك، هاي الصفحة الرئيسية للبرنامج MS Project. أتمنى لكم كل الخير والتوفيق، أشوفكم بالمحاضرة القادمة. لهنا ننهي محاضرة اليوم،
أتمنى لكم كل التوفيق.